مستشفى الكفيل التخصصي التابع للعتبة العباسية المقدسة يضم مركز العيون المتطور، يحتوي على أحدث الأجهزة، يعمل بإشراف كوادر متخصصة، يتميز بدقة في العمل، يعمل على تصحيح البصر بالليزر والليزك بأحدث الأجهزة المتوفرة، تصوير القرنية والشبكية والعصب البصري وليزك أمامي وليزك خلفي، استشارة الطب وجراحة العيون، أمراض وجراحة القرنية. يمتاز بأحدث التكنولوجيا وأدق النتائج من شركة نايدك وهوبيتس الألمانية واليابانية. غرفة عمليات تمتاز بمواصفات عالية. إجراء عمليات تكللت جميعها بالنجاح في طب وجراحة العيون.